بعد أن طوي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح بصيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية وفترة حظر استهدفت المحافظة على مخزونه في البلاد من خلال منح الأحياء المانية فرصة للتكاثر ونمو الأجيال الجديدة. امتلأت أسواق السمك المحلية بكميات وافرة من الروبيان وبأسعار في متناول الجميع. التفاصيل في هذه أو في هذا التقرير. بعد أن طوي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح بصيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية، واستهدفت وقتئذ المحافظة على مخزونه في البلاد من خلال منح الأحياء المائية فرصة التكاثر ونمو الأجيال الجديدة. وعند الساعة 4:45 عصرا ارتفعت أصوات الدلالين داخل سوق السمك على سلال الروبيان التي قاربت 170 حصيلة الصيادين في أول يوم لفتح باب الصيد لسبعة لنجات فقط، حيث بدأ السعر ب 68 ديرانا للسلة ووصل إلى 72 نتيجة قلة المعروضة، علما بأن مصادر السوق توقعت أن يتراجع خلال الأيام المقبلة مع تزايد الكمية. أنا شغال دلال هنا بالسوق، وطبعا موسم الروبيان بدأ من شهر 8، من أول 1/8، ومتداول الأسعار من أول 1/8 45 50، وبدأت الأسعار ترتفع من 55 60 65 لغاية الحين وصلت 65 70 ماشي، وطبعا المزاد بيبدأ طبعا 55 60، وبتداول طبعا إيه الناس اللي واقفه اصحاب البسطات الزباين بدات تبدا تزود 50 51 52 لغايه ما ايه ما الاسعار ما السعر يوصل للسعر المحدود. وطبعا هنا الروبيان تختلف عن بعضها، في حاجه اسمها جر خلفي، في حاجه اسمها جرجور. الجر الخلفي ديت طبعا بيشتغل بره المياه الاقليميه، الجرجور بيشتغل جوه المياه، الخلفي بيشتغل جوه المياه الاقليميه. طبعا الخلفي ما بيغيبش 3 4 ايام الحين وبيدش على طول، تلاقي الروبيان طازه وفريش. انما الجرجور طبعا ممكن يغيب شويه في البحر 5 ايام 6 ايام 7 ايام، فده اللي بيختلف في الاسعار. ممكن روبيانة الجر الخلفي ممكن السعر بتاعها يزيد شويه. السله تقريبا حوالي 22 23 كيلو ماشي، فطبعا 22 23 مخلوطه، فيها الكبير فيها الوسط فيها الصغير مخلوطه، ما مش موحده يعني. المزاد احسن اول شيء تشوف السمكه طريه ومات اليوم نفس اليوم مو بايته، وتبين السمكه البايته من السمكه الطريه، يعني هو الحل الوحيد عشان تنزل الاسعار وتصير اسعار زينه انك تمنع البسطات هذه اللي قاعد اللي عندها سمك تخزن سمكه لثاني يوم وما تطلعها برا برا السوق، يبيع اليوم ويخلص اليوم، غير هذا ما يصير، انه يبيتها يومين وثلاث وفي منهم يشتري ويبيته، واذا كان اليوم الثاني غالي يروح يحطه بالمزاد ويبيعه.